شفت البلاد عشان الاقدميه عشان الاقدميه انا واخد على كده. بلال الف مبروك، فوز تاريخي مستحق. هي مستحقه الحقيقه، مستحقه. وزي ما قلت كابتن ايمن، هي ليله حمراء فعلا. ليله حمراء بكل الالوان، بكل بكل اشكالها والوانها. الالوان الحمراء، الاحمر الغامق، الاحمر الفاتح، زي ما انت عايز قول قول يعني. الاهلي الافضل الاحسن، المباراه كانت ممكن تروح في حته تانية خالص، 6 و7 و8 وكانت ممكن يبقى شكلها المع من كده بكتير واحسن من كده. بنقول 5-1 وبتاع وداخلين في حته تانية. بس كان يعني كان يعني في اشفاق على يعني لعيبه الزمالك. مستر موسيماني كان رحيم شويه، اشفق اشفق بنادي الزمالك يعني. بلال الحقيقه، بلال انت قلت احلى حاجه يعني، كان رحيم بيهم يعني. ايوه صح، احنا كنا هنتكلم. هو مش قاصد ده كابتن، بس قاصد ان هو رحيم بيهم، اشفق عليهم بس. لا مش مستر موسيماني كان رحيم بنادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك طبعا. يعني هو حب يعني يغير ويريح خد بالك، فدي ادت ان النتيجه تطلع كده. كان عنده الاريحيه شويه، نتيجه المباراه تدي الاريحيه طبعا لاي مدرب شويه، لاي مدير فني طبعا. هم بكسبان 5-1 مظبوط، يبقى عندي الاريحيه كتير، مظبوط اعمل اللي انا عايز اعمله يعني. فهو عمل اللي هو عايز يعمله. اللي عمله ده طبعا خلى النتيجه تروح ل5-3. هنتكلم فيها فنيا. كان ممكن تروح ل6 و7 و8 تمام. بس خلاص انت رحت بتغييراتك في حته ثانيه، هو شايف ان يلعب لعيبه ويبدل لعيبه ثانيه ويغير لعيبه، مع ان اعتقد يعني ان انت ما عندكش ماتش جاي، فكان ممكن ايه تحافظ على القوام والكيان بتاعك وتفضل تستمر انك تروح في حته ثانيه بالماتش وتعمل وتصنع تاريخ قصدي مختلف شويه، وتصنع تاريخ كبير جدا جدا جدا. لكن هو مستر موسيماني معودنا ان هو بيحب يريح الفرق الثانيه يعني، بيهدي نفسيتها شويه. متقلش عليها. نتيجه كبيره طبعا، ومبروك للاهلي ومبروك لجمهور الاهلي ومجلس ادارته ولاعيبته ومدير الفني. انطلاقه ولا افضل من كده في بدايه دوري طبعاً. عام تاخد دوري مننا، تستحمل اللي يحصل فيك واللي هيجرى لك بعد كده. صحيح. كابتن اسامه الف مبروك، فوز تاريخي للنادي الاهلي. الله يبارك.